العامه الكامله للاهلي في مباراه امبي الاداء رائع جدا الاقناع كامل جدا الامتاع رائع جدا والكابتن احمد شوبير رايه عندنا مشكله في موضوع القيد وبالراحه بالراحه اتحاد الكره مشكوره النهارده عمل حاجات هايله هايله بشكر جدا اللجنه الخماسيه وسيف ختم الاستوديو وبشكرهم وانا بكمل شكر على شكر لا عندهم حسابات ولا خايفين من حد ولا قلقانين من حد والماتشات في ميعادها والكاس في ميعاده والعقوبات بالمسطره على الجميع واحترام ما بعد احترام ولا خايف ولا قلقان ولا مرعوب ولا ولا عامل حساب لاي حاجه غير للنظام وبالتالي حط لائحه والناس اللي كان بيقول لك ملوك اللوائح ما كانتش بتتحط الحاجات دي خالص وهتكلم معاكم فيها يا رب بس الوقت يسعفني يعني لكن في القيد هو عمل فتح باب القيد الاولاني هيبقى يوم 10 اكتوبر ويقفل 4 نوفمبر بالراحه بس يا جماعه الخير 4 نوفمبر نهائي افريقيا بامر الله سبحانه وتعالى وكلنا بندعي ان الاله زمالك يكونوا موجودين 6 نوفمبر 6 نوفمبر ده معناه انه في قائمه اولى وقائمه ثانيه 4 نوفمبر قفل باب القيد احمد فتحي ما يلعبش نهائي افريقيا قولا واحدا لانه خلاص ما أقدرش الاهلي في قائمته الاولى وبعدين يشيله خلاص انتهى قضي الامر طب ايه حلها انك ترحلها من 4 نوفمبر ل 7 نوفمبر وفي ايديك لحد دلوقتي ما عندكش مشكله اللي خلاها 4 يخليها 7 ما فيهاش مشاكل خالص يعني سبعة تأيد شكرا كابتن أحمد فتحي ربنا يكرمه يكون في الفاينل إن شاء الله مع النادي الأهلي وإن شاء الله يكون بيلاقي نادي الزمالك في المباراة النهائية من هنا القصة تنتهي تماما الأزمة تنتهي تماما بقولها بصوت عالي لإخواتنا المحترمين جدا محترمين جدا فأتمنى أنه دي نقطة نظام محترمة بس فكروا في موضوع القيد عشان نهائي إفريقيا إذا كان لنا نصيب بأمر الله